السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. للأسف الشديد صدمة وما عرفناش كيفاش غنوصفوا هذا الإحساس اللي كنحسوا به كلنا كمغاربة. فريق كان ممكن أننا ننتصروا عليه بسهولة، فريق ماشي ما كانش فريق سعيد قدام الكفاءة ديال الفريق المغربي، كان فريق اللي بان ليا أنا أننا ما كانش خصنا نخسروا، كان فريق سهل، كان ممكن أننا نربحوه، كان ممكن أننا دابا نكونوا فرحانين وكنطبلوا وكنزمروا وكنغنيوا والشوارع عامرة والهيلالة في المغرب، ولكن للأسف الشديد كاين بكاء وكاين دموع وكاين حسرة وكاين خيبة أمل في منتخب كان ممكن أننا نربحوه بسهولة، منتخب كان سهل. واش لعبتوا مزيان ولا ما لعبتوش ما تيهمناش، كيهمنا أننا خسرنا، تيهمناش واش كان فريق قوي ولا كان انسجام ولا ما كانش انسجام، المهم أننا خسرنا. خيبتوا أمل أكثر من 40 مليون مغربي كينا تقصنا. الله يحسن العون اللي عنده الضغط طلع ليه، اللي عنده السكر طلع ليه، اللي عنده القلب راه كان غيسكت ليه. بغينا نفرحوا ما فرحوناش للأسف الشديد، ما فرحوناش، ولكن للأسف الشديد كاين بكاء وكاين دموع وكاين حسرة وكاين خيبة أمل في منتخب كان ممكن أننا نربحوا بسهولة، منتخب كان سهل. للناس اللي كانوا في البلاطو كل شيء قال لك ماتش ما كانش المستوى ديال تطلعات المغاربة اليوم، وتيقول واحد المثل مغربي نهار بغيت كوجهي قمشوك المشاش، حنا دائما نهار كنبغيو وجوهنا تيقمشونا المشاش، ما عرفتش علاش. اليوم كل شيء كان عنده الامل وكان كيضر الله سبحانه وتعالى انكم تعطيونا واحد الفرحه، المغاربه كانوا محتاجين الفرحه، المغاربه اليوم كنا مغاربه ايد وحده بغض النظر علاش كاين واش ما علاش يا عباد الله، حنا ما نستحقوش واحد كاس افريقيا نفرحوا بها في المتناول، سهله بسيطه، فريق يعني علاش نكونوا ضحكه بهذا المفهوم هذا، ما بغيناش، ماشي شغلنا حنا تقول لي لعبنا تقاتلنا جيبوا لينا الرباح. راه ملي كتخرج كتقاتل على القميص راه ماشي لاعب مع فريق من ولاد بلادك، باش راه تعصبنا، راه مرضنا، راه درنا قلبنا. مغربي ما فرحتوش وليداتنا صغار وكبار، العيالات الكبار، كلشي اللي متفرج فيكم اليوم، كلشي تفرج فيكم، اطباء، مهندسين، محامون، اليوم الشباب كلشي مقلق عليكم. اليوم خذلتوا، اليوم يوم الخذلان، يوم الخيبه كانت موقعه خذلتونا فيها للاسف الشديد. قال لي ماما المغرب، ماما المغرب، ماما ما ربحناش، ماما كيبكي ولادي بهاد القصه. كنحس بقلبي غادي يوقف ليا، تعصبت، بكينا كلنا الزملاء هنا بكاو، كانوا معنا الزوجات ديال اللاعبين اللي معنا الزملاء ديالنا. الله سبحانه وتعالى ما حنا دعينا الله سبحانه وتعالى، ولكن راه الاسباب كتكون طبيعه الحال، كنديروا السبب والكمال كيكون على الله سبحانه وتعالى. اليوم المدرب راه ما ربحناش يا عباد الله، راه لا اله الا محمد رسول الله، راه القميص المغربي، راه الرايه المغربيه هادي، افرحونا الاولاد، افرحونا خساره. للاسف الشديد ما فرحتوناش، ما ضحكتوناش، ما نشطتوناش، راكم اسود الاطلس، راه بغيناكم تزقروا في المحافل، راه ما تعطينيش هنا، انا ما عنديش مشكل تخسر هذه مع هذه وتخسر فلانه مع فلان، ما عنديش مشكل. شوفوا التعليقات، الناس كطالب بان المدرب المغربي يخرج بحاله، تيقولوا لان الناس صراحه خيب الامل ديال اكثر من 40 مليون من المغربي، وتملي كيربحك شي فريق كتقول بعدا راه تقاتلنا وبقى غير واحد البيت ولعبنا، بعدا راه تقاتلنا وبقى غير واحد البيت ولعب، بعدا راه تقاتلنا وبقى غير واحد البيت ولعب، تقاتلنا وبقى غير واحد البيت ولعبناه. اليوم لعبتوا على هذا، ولكن للاسف الشديد هذا كيبقى طاهر وكيبقى ديما الفوق وغيبقى ديما الفوق، ولكن اليوم كانت خيبه كبيره، كانت خيبه عند المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، كتلقى فيها بارك فيها الفلاح وبارك فيها الراجل الكبير وبارك فيها البيع والشراي، كاين اللي لابس جلابيتو داير القب ديالو، ابنيتي بغيناهم يربحوا. الراحه اللي نتوما نزعتوها منا اليوم، نزعتوا منا فرحه، نزعتوا منا بسمه، كان اليوم غيكون حفل، كان اليوم غيكون عرس اسطوري، كنتو غتكونوا في عرس. هذه راه نموتوا على قبلها، اللي ما يموتش على هذه سمحوا لي بزاف، سمحوا لي ما تقاتلتوش اليوم، ما فرحتوش المغاربه، ما ماشي شغلنا حنا، لعبتوا عطيتونا بون ماتش، كان مباراه كبيره وكانت لا 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 لا، حنا اليوم كنا باغيين نربح. بالنسبه لي انا كمتفرجه ما تتعرفش الكره، ما تفرجش باش نستمتع باللاعب، ما تفرجش باش نتفرج في الماتش، انا لا بغيت نتفرج ونستمتع كمتفرج، راه عطى الله فاش انا ما تلعبش وكون عشوائي وسط الميدان،
اه سيدي ما شغليش انا ماركي براسك برجلك بالكوتسيزو انا عماركي. انا اليوم تفرجت فيكم بحال 40 مليون مغربي، بغيت نفرح، بغيت نزغرت، بغيت نقول ولاد بلادي جابوها الرجاله، جابوها الرجاله. الله يحضر السلامه، لا ما سمعناش حمل واحد مشى للسبيطار على قبلكم. الله يحضر السلامه، لا ما سمعنا هذاك تفقص مشى للسبيطار وهذاك طرطق له عرق وهذاك وليدات صغيورين كتلقاهم لابسين التوني وداري الكاسكيت فيها ماغوك، عيالات ومرا كبيره كتلقاها حتى هي لابسه شي حاجه فيها ماغوك. اليوم راه التونيات راه تقاداو من المحلات. واو واو واحد النقصه شدتني، واو 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 واحد النقصه شداتني. اللي لبست قميص ديال راجلها، المهم كل شيء لبس وبرك تيتفرج في واحد المباراه كانت ممكن انها تكون مباراه اسطوره. ما كنعرف انا لا تقنيه لا هذاك لعب لا هذاك ما لعبش لا هذاك ماركه لا هذاك ما ماركاش، انا ما عجبنيش الحال. حنا احسن دوله عباد الله، حنا بغيناكم تجيو لينا رابحين منتصرين، بغينا دوك الملايين اللي تبعوا راه دوك في التيران اللي لعبتي معاه راه دوك في التيران. انا ما بقاش فريق بحال بلادك خذا الكاس ما عنديش مشكل، راه خاصك تلعب انت كعسكري تحارب. شوف هذاك اللي قدامك كما قلنا بحال عسكري يا قاتل، ما يمكنش لينا حنا حنا على هاد الفقصه وهاد التوتر وهاد الاعصاب. علاش؟ حيت بغيناكم تكونوا نتوما هما الافضل، بغيناكم اليوم تكونوا حديث العالم، ولكن للاسف الشديد ما جبتوش لينا النصر. خذلتونا فقصتونا، الفقصه غادي نكملوها في قلوبنا. بغينا اليوم العالم كله يدوي عليكم جميع المنابر الاعلاميه، لا الوطنيه لا العالميه لا الاجنبيه، لا كل شيء بغيناه اليوم يدوي على الفريق المغربي. ماشي تيقولوا هما باش من وجهه غنلقاو المغاربه، غنقولوا لكم الوجه اللي غتلقاونا به. نتوما راكم ولاد بلادنا وراه حنايا كنبغيوكم، ولكن كنا بغيناكم تربحوا. شنو غنقولوا لكم؟ لا بقيتوا في ما لا غنقساو عليكم اليوم غنقساو عليكم. علاش؟ اشنو خلعكم؟ شنو اللي خلعكم؟ علاش اولدي؟ علاش اولدي تخلعتي؟ علاش؟ شنو اللي كان يخلعك؟ انت خصك ترفع راسك للعالي، كان خصك تلعب بواحد واو واو واحد النقصه شدتني، واو 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 واحد النقصه شداتني. نعتذر للمشاهدين، شدتني واحد النقصه في قلبي. كنا بغينا نفرحوا، بغينا نزغرتوا، بغينا ننشطوا، بغينا نغنيوا، بغينا نشطحوا، بغينا الاهازيج والشعارات والاعلام المغربيه ترفع.